مساء الخير، اسمي الدكتور عرفات تفايلي، أنا طبيب دم وأورام بمستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت. رح أحكيكم اليوم عن سرطان الرئة، أسبابه، بعض الأرقام، عدد الحالات اللي بتصير عنا بلبنان، كيف بنقدر نلقطه على بكير، شو عوارضه، وناخد فكرة بسيطة عن العلاجات المتوفرة له، وبالآخر أكيد بنستقبل أي أسئلة عندكم إياها. سرطان الرئة بكل بساطة هو سرطان اللي بيبتدئ من الخلايا داخل الرئة، الرئة اليمنى أو الرئة اليسرى، وفي نوعين أساسيين من سرطان الرئة، شيء بنسميه small cell يعني سرطان الخلايا الصغيرة، أو non-small cell خلايا غير صغيرة، و85% من أورام الرئة هن non-small cell. عدد الحالات بلبنان تقريبا بيجي سرطان رئة رقم 2 بعد سرطان الثدي من عدد الحالات، يعني عندنا حوالي 1200 حالة سرطان الرئة بلبنان، هذه حسب إحصائيات سنة 2015، وهذه الأرقام عم تزيد للأسف، عم تزيد شوي شوي، يعني بآخر من 2009 ل 2015 كان حوالي 900، صار حوالي 1200 حالة بهالخمسة سنين زاد. والسبب الرئيسي ليش هالأرقام عم تزيد وليه عنا عدد كبير من حالات سرطان الرئة هو السبب الرئيسي للتدخين، اللي هو سرطان الرئة، اللي هو التدخين، سواء السيجارة أو السيجار أو الأرجيلة، أي نوع من تدخين للتبغ هو بيزيد إمكانية سرطان الرئة 15 مرة، مش 15%، 15 مرة بيزيد إمكانية سرطان الرئة. في بعض الريسك فاكتور، يعني الشغلات اللي بتعرض لسرطان الرئة مفعولة أقل بكتير، مثلا في مادة اسمها رادون كد موجودة بالدهان بالماضي، في عندها منطقة شكة مثلا بلبنان من أيام معامل الأترنيت والترابي، مادة اسمها أسبستوس، هذه بتزيد نوع خاص من سرطان الرئة اسمه ميزوثيليوما. بس السبب الكبير والأساسي اللي هو بيؤدي لسرطان الرئة هو التدخين. أكيد هلا في ناس ممكن عم يقول في ناس ما بتدخن بيصير عندها سرطان الرئة، مزبوط، في ناس ما بتدخن بيصير عندها، ممكن يكون عندها بسموها سيكندري سموك، يكون حدا على جنبها بيدخن، أو حتى في نسبة قليلة من سرطان الرئة بيصير في خطأ بأحد الجينات بالخلايا بيؤدي لسرطان الرئة بدون ما يكون الشخص عم يدخن، هذه الأقلية، المعظم هن من التدخين. الشغلة الثانية يمكن تخطر على بالكم أنه في ناس دخنت كل عمرها 50 و60 سنة وما صار عندها سرطان رئة، مزبوط، مش كل اللي بيدخنوا بيصير عندهم سرطان رئة، بس منقول أنه التدخين بيزيد إمكانية سرطان رئة، بيزيدها 15 مرة مقارنة بالشخص غير المدخن. من ناحية عدد الوفيات، هلأ للأسف بلبنان ما عندنا عدد وفيات دقيق، بس معظم دول العالم تعطيك أرقام الوفيات، الرقم واحد اللي بيأدي بيقتل بالسرطانات هو سرطان الرئة. سو عندنا مرض نقدر نجنبه 90% إذا ما دخلنا، ونسبة الوفاة منه كتير عالية للأسف إذا صار. العوارض الجانبية لسرطان الرئة للأسف ما في عارض خاص بيقلنا هذا الشخص عنده هالعارض يعني عنده سرطان رئة، وهذه بيؤدي للصعوبة بالتشخيص، مشان هيك معظم المرضى اللي بيصيروا عندهم سرطان رئة بيصير بنلقطه بمرحلة متقدمة، يعني مثلا سعلة، بلغم، وجع، أو ضيقة نفس، هودي كلهم ممكن يصير من قريب، ممكن يصير من أي سبب تاني، فمشان هيك بتلاقي معظم أمراض مرضى سرطان الرئة بيتأخروا ليصير عندهم تشخيص، لأنه ما عندنا هالعوارض اللي بتدل خصوصا على هذا السرطان. النصيحة اللي نقدمها للعالم إنه أنت عارف جسمك، أوكي أنت بتدخن وعندك هالسعلة صارك سنوات، لاحظت انه هالسعلة عم يزيد مؤخرا، جمعة جمعتين ثلاثة ما عم تروح، او لاحظت فيها دم، هذا شغلة كتير مهمة، طلعت مع البلغم دم، هذا شغلة كتير حساسة، كتير مهم تروح عند الحكيم عجينا. وجع كليتنا بيجي عنا ظهرنا يوم ويومين، بس جمعة وجمعتين ما عم يروح هالوجع، روح عند الحكيم بليز. شغلة التالتة ممكن تصير هي نقصان بالوزن، بتسد قبليته وبينزل وزنه، عادة بس ينزل شخص وزنه لازم يكون في سبب، ما عم ينزل وزنك بدون ما تعمل ريجيم بليز روح الحكيم عشان يعمل لك فحوصات لنشوف شو السبب. ما بيعني انه عندك سرطان رئة، يمكن يكون قصة غدة، ممكن يكون 100 شغلة، بس مهم تعمل انفستيجيشن لنشوف اذا عندك شيء مرض جدي او لا. بالنسبة للعلاجات كله بيتعلق بأي مرحلة من القطو لها سرطان. رح ركز أكثر على اللي بنسميه نون سمول سيل، يعني سرطان الخلايا الغير صغيرة، اللي هو 85% من سرطان الرئة. بس نعمل تشخيص للمريض بنون سمول سيل لان كانسر، أول
سؤال بنسأله هو بأي مرحلة هذا المرض؟ منقسمها عادة لأربع مراحل، مرحلة أولى، ثانية، ثالثة، رابعة. كل ما كبر المرض كل ما ارتفعت المرحلة. بشكل عام المرض اللي بنلقطه بالبدايات مرحلة أولى أو ثانية عادة بننصح بالاستئصال الجراحي لجزء من الرئة أو للرئة كليتها حسب وين موقعه لهذا الورم بالرئة. إذا لقطناه مرحلة الثالثة في ناس بنقدر نعمل لهم جراحة، عادة بننصح بتصغير لهذا المرض، نعطي كيميائي، علاج كيميائي أو أشعة أو اثنين مع بعض قبل العملية وبنبعته على الجراحة هذه إذا موقعه بيسمح بالاستئصال بالمرحلة الثالثة. في مراحل، في بعض الأورام المرحلة الثالثة بيكون موقعه كتير قريب من القلب ومن الشريين أو من القصبة الهوائية، ما بنقدر نعمل له عملية، ساعتها نعطي علاج كيميائي مع شعاعي. سو المرحلة الأولى أو الثانية جراحة، المرحلة الثالثة يا علاج بعده جراحة أو كيميائي وأشعة. المرحلة الرابعة للأسف واللي هي أكتر مرحلة منشوفها هذه لما بكون الورم منتشر، رايح على الرئة الثانية، رايح على العظم، رايح على الكبد، أي عضو ثاني بالجسم. هذا للأسف ما في عنا علاج بيقدر يشفي منه هذا المرض، سو بيكون هدف العلاج هو السيطرة على المرض لأطول فترة ممكن. والحمد لله بآخر 10-15 سنة ريلي صار عندنا كتير خيارات وعلاجات هالمرضى كتير عم تتطور، معدل الحياة عم يزيد. بالماضي كنا نعطي علاج كيميائي لكل وعلى اليمين وعلى الشمال بدون ما نفرق بين مريض والتاني. من ابتداء من 2005 صار عندنا فحوصات على بعض الجينات بنعملهم خصوصا بنوع خاص من هاللون كانسر بنسميه أدنوكارسينوما. إذا لقينا مشكلة بأحد هذا الجينات نعطيه دواء خاص بنسميه تارجت تريتمنت، دواء موجه حبة بيخدها بالبيت مثل كانوا عم ياخد دواء للسكري أو دواء للضغط، وفعالية كتير منيحة وأحسن من الكيميائي وأهين من الكيميائي. إذا ما لقينا مشكلة بأحد الجينات بيكون الخيار العلاج هو يا علاج كيميائي أو بآخر 3-4 سنين صار في عنا خيار هو العلاج المناعي. كلياتنا بصير عنا خلايا كانسر بيجي جهاز المناعة عنا بيقضي عليها. اللي بيصير عنده لنج كانسر وما بيروح هذا اللنج كانسر بيكون هلا الورم ذكي كفاية ليتخبى من جهاز المناعة، فنحن عنا علاجات جديدة بتقوي جهاز المناعة ليحاربوا لهذا الكانسر. وفرجت فعالية كتير منيحة بقسم كبير من المرضى سواء لوحدة أو بالإضافة للعلاج الكيميائي، عم تفرجي نتائج كتير منيحة وعم تحسن الأوتلوك لمرضى السرطان. سو هلا عنا كتير خيارات للعلاج وكتير ومعدل الحياة عم يزيد حتى لو لقتناه بالمرحلة الرابعة. بس برجع لقصة أفضل طريقة لنحاربه لهذا السرطان هو بصراحة عن طريق المنع، عن طريق عدم التدخين. نقدر نتجنب 80-90% من حالات سرطان الرئة simply by بس ما ندخن لا سيجارة ولا أرجيلة. باي ذا واي الأرجيلة أضرب من السيجارة، يعني على القليل بتعادل علبة دخان من السيجارة. سو بس منجرب ما نقرب على التدخين هذا بتحمينا بشكل كبير من سرطان الرئة. وإذا لا سمح الله صار هذا السرطان في عنا كتير خيارات للعلاج لإله. سو أنا بشكركم هلا، وإذا في عندكم أي أسئلة أكيد I'll be happy to answer. دكتور في حدا عم يسألنا هل سرطان الرئة وراثي؟ نو ما في عنصر وراثي بسرطان رئة بالذات. القسم الأكبر هو بسبب التدخين. عند الناس اللي ما بيدخنوا بكون في مشكلة بأحد الجينات بس هذه منا وراثية، هذه صار خطأ بالجين هو من بعد مخل الشخص، يعني ما ورثها من أمه ومن بيه وما بيورثها لأولاده. سو ما في عنصر وراثي. في عنصر وراثي بسيط هو عن طريق بعض الإنزيمات اللي بتتخلص من سموم التدخين. بتلاقي عيال بيدخنوا ما عندهم كتير سرطان رئة وعيال بيدخنوا عندهم سرطان رئة كتير. في بعض الإنزيمات اللي هي هدفها تتخلص من سموم التدخين بيكون في ناس قدرتهم على التخلص من هالسموم أقل من غيرها فبكونوا معرضين لسرطان الرئة أكثر من غيره. سو هذا العنصر الوراثي يمكن الوحيد إنه القدرة على التخلص من سموم التدخين. بس جين معين يورث من الأب للابن أو من الأم للبنت جيل بعد جيل لا للأسف ما في جين معين بيعرض لسرطان الرئة. دكتور كيف واحد بيقدر يعرف بأي مرحلة هو من يعني المرض السرطان والمراحل اللي هني مثلاً الفيزز اللي بيمرق فيهم اللون كانسر وكيف so يعرفهم؟ بشكل عام برضو بلح أحكي عن النون سمول سيل اللي هو الأكتر واحد 85% من السرطان الرئة.
بشكل عام طريقة انتشاره لهذا المرض مسميها predictable، يعني متوقع، يعني ببلش بالرئة، عادة بينتقل لبعض العقد الليمفاوية على عنق الرئة بنسميها هايلر ليمف نود، وبعد هذا العقد الليمفاوي بينتقل لعقد ليمفاوي بالسنتر هون بين الرئتين بنسميه ميديستانال ليمف نود، وبعدها بينتقل لأعضاء التانية، لتاني رئة، للكبد، للعظم، في غدة فوق الكلوي اسمها أدرينال كتير بحب سرطان الرئة يروح عليه، أو دماغ، أي عضو تاني بالجسم. سو طريقة الانتشار بريدكتابل. سو لما بنلقطه بس بالرية وبيكون صغير بيكون مرحلة أولى، لما بروح للعقد الليمفاوية الهايلر نود اللي على جنب الرئة مرحلة تانية، بس يقرب على العقد الليمفاوي بالنص مرحلة تالتة، بس يروح على العقد على الأعضاء التاني بصير المرحلة الرابعة. للأسف مثل ما قلت لكم مشكلتنا الأساسية بسرطان الرئة إنه ما في عنده عارض خاص يخلي المريض يروح على بكير. أوكي؟ هلا مؤخرا بآخر 3-4 سنين نزل دراستين عن سكرينينج، كيف نعمل ماموغرام للبراست كانسر قبل ما تحس المرة شيء بصدرة بتعمل ماموغرام. في دراستين نزلوا عن السي تي سكان، سكانر خاص بينعمل لرئتين عند المدخنين ممكن يلقط هذا سرطان على مرحلة أولى، معظم لقطوا بالمرحلة الأولى والمرحلة الثانية، وهذا كتير عم تنتشر أكثر مؤخرا. هون بالأيوبي صرنا شهر مبلشينه هالبروغرام بسموه لو دوز سي تي سكان، يعني عمل سي تي سكان ليلقط الورم على مرحلة، هذا من العمل عند المدخنين لفترة معينة ضمن عمر معين، بس كتير مهم هذا السكان ينعمل ضمن بروجرام متكامل، يعني ما فيك تعمله للمريض سكان ويروحوا ما حدا يتابع نتيجة سكان أو في شيء نقطة صغيرة ما حدا ينتبه لها. سو هون عنا بروجرام متكامل بيجي أول شيء بيشوفوا الاختصاص المرضى اللي الدكاترة اللي بيختصوا ببرنامج توقيف التدخين، بيعملوا الكونسلينج عن سموكينج سيسيشن يوقف التدخين، وبينبعت على هذا السكان بيكون في متابعة، هذا السكان بينعمل سنويا على 3 سنين، وإذا في شيء مبين هذا السكان بيكون فيه بيتحول على الاختصاص المناسب ليعمل انفستيجيشن. في حدا دكتور عم يسأل عن الفرق بين الاس سي سي والليوسكوما السيل كارسينوما، وعن الان اس سي سي اي اسوأ بالنسبة للمريض. اثنيناتهم مريضين مختلفين تماما. سمول سيل طريقة الانتشار حكيتكن عنها من الرئة العقد الليمفاوية لهون هي أكتر مشوفها بالنون سمول سيل. بالسمول سيل للأسف توقعه قدرتنا على توقع تصرف هذا المرض أقل، هذا مرض بسموه إكسبلوزيف أكتر بينما بشكل أسرع، وبنفس الوقت بيتجاوب أكتر مع الكيمو والأشعة بيتجاوب أكتر. سو الجراحة ما إلها دور بالسمول سيل، الأساس بالسمول سيل هي الكيميائي والأشعة، إذا لقطناه بالرية بس نعطي كيمو أشعة، إذا كان منتشر لبرات الرية نعطي بس كيمو. صعب تعرف أي أحسن لأنه المريضين طريقة تصرفهم كتير مختلفة وما لهم علاقة ببعض. دكتور ممكن يكون حدا عنده أزمة ربو تطور وتوصل لمرحلة سرطان الربو؟ ما بيزيد سرطان الرئة، بس بتكون أزمة الربو عملوا له صورة لقوا شيء على الرية. سو كتير بنشوفها واحد عمل حادث سيارة عملوا له صورة لقوا شعرية، أو عمل له عملية المرارة أو الزيادة أو شيء عملوا صورة للرية لقوا شعرية. سو الربو بذاته ما بيزيد إمكانية سرطان الرئة، بس لأنه هالمرضى بيعملوا صور أكتر ممكن يبين شيء على الصورة بدل على سرطان الرئة، بس الربو ما بيزيد لسرطان، ما بيؤدي لسرطان الرئة. هل تنصح المدخنين يعملوا سيتي سكان؟ وإذا إيه بقية دوس ومن أي عمر؟ اللودو سيتي سكان ننصح فيها للناس بين العمر 55 74، ويكون لهم بنسميها باكير. خليني اشرحكم عن باكير، يعني قد ايه بيدخن باليوم الواحد، لنقول بيدخن علبه باليوم وصاروا 10 سنين بيدخن، هذه بنسميها 10 باكير. إذا بيدخن علبتين باليوم وصاروا 10 سنين بيدخن هذه 20 باكير، يعني نضرب عدد العلب اللي بيدخنوا باليوم بعدد السنين اللي دخنها، هذا بيطلع عنا عدد الباكير. سو بينصح بالسي تي سكان يكون عمره بين ال 55 وال 74، ويكون عمره يكون عنده اتليست 30 باكير، يعني صاروا 30 سنه بيدخن علبه باليوم او صاروا 15 سنه بيدخن على اللي علبتين باليوم وهكذا دوالك. سو بين ال 55 وال 74 واتليست 30 اتليست 30 باكير، 30 وبالطالع. اذا كان موقف التدخين لازم يكون موقف
من اقل من 15 سنه. اذا الموقف تدخين اكثر من 15 سنه ما في ضروره للسي تي سكان. شو السايد افكت تبع التريتمنت تبع بكل علاج له عوارضه الجانبيه؟ الجراحه اكيد مثل اي جراحه، الالم، البنج، ريسك الالتهابات، النزيف مثل اي جراحه. العلاج الاشعه، العلاج العلاج الاشعه هو علاج موضعي، سو بيحرق بالمنطقه اللي بتعطيها. سو عاده بالروايه ما كتير بيعمل عوارض الا اذا كنا عم نعطي مثلا المنطقه على النص بنسميها الميدياستاينوم، هون في عنا زلعوم اللي بنبلع فيه مع الأشعة ممكن يحترق زرعون، بس في صعوبة بالبلع وهذا كله مؤقتة يعني مثل أي حرق. جمع 10 أيام بيروح هذا الحلق وبتروح هذه العوارض. العلاج الكيميائي المعروف يعني في علاجات كيميائية بتهر الشعر، هلأ في عنا علاجات جديدة لسرطان الرئة ما بهر الشعر، ممكن يعمل تعب انحطاط. أهم شيء، أهم عارض جانبي بالعلاج الكيميائي هو جهاز المناعة. كل ما نعطي كيمو بتنزل المناعة بترجع تتحسن، فالمريض بيكون معرض للالتهابات، وخصوصا عن مرضى سرطان الرئة اللي بيكون رويهم ما بتكون بصحتهم اللي منيحة، فكتير مهم ننتبه ما يصير عنده نيمونيا أو أي التهابات تانية بالرئة. العلاج المناعي اللي هو أجدد شيء ريلي أهين بكتير، إنه ما بيخفف المناعة بالعكس بأول المناعة، وما بيعرض لإمكانية الالتهابات. ممكن يعمل يقوي جهاز المناعة زيادة عن زوم، فبيصير عنده المريض إسهال أو إحمرار على الجلد أو أوقات بيأثر على عمل الغدة الدوركية، بس ريلي كعوارض جانبية كتير هين. إذا في حدا من مرضى السرطان عم يرفض العلاج شو بتنصحه؟ واجبنا نشرح له المريض، وكله بيتعلق بصراحة أي مرحلة المرض وشو هدف العلاج. إذا شخص عنده مثلا ورم مرحلة أولى وخايف من الجراحة، لا هذا مكتير منصر عليه، أكيد ما فينا نعمل شيء بدون إيراد بدون موافقته للمريض. بس لما يكون عندنا مرض هدفنا الشفاء منه مرحلة أولى مرحلة تانية بنقدر نشفى منه بالجراحة، لا منشد عليه للمريض بليز انتبه انت ما عندك الفكرة الكاملة، بننصحه فيها بشدة أكتر. إذا مرض منتشر وما بده كيميائي بعد الأوقات نحن بنقول له ما تاخد علاج. مثلا بيكون بنسميها performance status، يعني قدي نشيط المريض. مريض ما في قوم من التخد وقاعد بتخد كل الوقت، نحن ما بننصحه بالعلاج لأنه حرام، بيكون العلاج كتير قوي عليه. بينما on the other hand إذا شخص يعني جسديا بنعتقد العلاج بيكون هين عليه، بالعكس العلاج بيساعد يمكن ما يشفي، إذا حتى لو كان الورم منتشر ما يشفي منه، بس على القليل بيطول العمر وممكن يخفف اللهتم ويخفف الوجع، سو بيساعد بحسن نوعية الحياة. سو بننصحه للمريض، أكيد ما بنجبره بشيء، هدفنا بنشرح له هو بيتخذ القرار النهائي. دكتور في حال الجراحة بوقت سرطان الرئة قديش يعني بتاخذ من الرئة يعني بتاخذ جزء من الرئة؟ جزء من الرئة، هل نوصل لاستئصال كامل لواحد احدى الرئتين؟ ممكن. وكيف في واحد يعيش او يتنفس بالاحرى بعد العملية؟ بعد العملية هذه كلها بتنعمل قبل ما يروح المريض على العملية، يعني بيشوف الجراح روتينيا، الجراح بيبعته عند حكيم رواية وحكيم قلب يتأكد أنه قلبه بيحمل العملية، لأنه معظم أورام مرضى أورام رئة بيكونوا كبار بالعمر ستينات وسبعينات، سو كتير مهم يتأكد أنه قلبه قوي كفاية يحمل العملية. والأهم فحص النفس، نعمل له فحص لنشوف قدي بيحمل، إذا شلنا جزء من الرئة قدي بده يكون نفسه بعد منه، بنقدر نتوقع قدي بده يكون مرتاح. سو إذا حسينا أنه أنه كتير بده يلهط أو أنه ما نقدر نشيله على المجرى العمومي، نحن بنقول له ما تعمل العملية لأنه بيكون ريسك عالي. يس، عادة بنشيل جزء من الرية، حتى أوقات بنشيل الرية بكاملة إذا الرية الثانية صحتها منيحة ومضطرين نشيل الرية بنشيلها. بس كله هذا بنعمل قبل العملية، يعني ما بننصح بالعملية إلا نتأكد أنه ريسك خفيفة والمريض بيقدر يحملها. وبيقدر المريض إذا لنقول استأصلته واحدة من أحد الرئتين بيقدر يعيش حياة طبيعي، ولا يعني بصير عليه أفرت بكل شيء بيعمله؟ أكيد ما بيرجع يركض ماراثون، بس ممكن يلهت أكتر من قبل. ما تنسى أنه المريض اللي عم يتعامل معه هيك رواية صحته مش كتير منيحة أصلا، يعني أوقات بتشيل جزء من الرية ما بيحس الفرق كتير المريض، لأنه أصلا هالرية مريضة كتير وما عم يستخدمها، وعطول ما بيروح المريض على العملية إلا يتأكد أنه الجزء الباقي من الرية التانية أو الجزء التاني من نفس الرية بكفي ليكون مرتاح المريض. ما يمكن ما يقدر يركض بسرعة،
بس بيمارس الحياة اليومية بشكل كويس، بيقعد بيمشي بيتنفس بشكل مريح وراها. كمان سؤال بعدنا بنفس التوبيك، يعني اللي عنده هاف لونج اذا بدك او رئة واحدة، رئة واحدة هل بيأثر على عمره؟ لايف اكسبكتنسي؟ هو الكانسر بيأثر على اللايف اكسبكتنسي، يعني هو انشال الكانسر، لانه اذا ما انشال بده يقتله على حياته، بده ينتشر ويروح، سو هي بتنشال الرئة ليحسن اللايف اكسبكتنسي، لنعطيه شفاء من الكانسر. سو هيك بنفكر الواحد، يمكن ايه يمكن عم اقول لك يمكن ما يقدر يركض ماراثون، بس الخيار الثاني اذا ما شلنا الرئة ممكن المرض ينتشر ويقضي له حياته. دكتور تفايلي ثانك يو كثير لمعلوماتك، وانا بشكرك، ثانك يو لك. انا بشكركم واهلا وسهلا فيكم، باي باي.